بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أوجه لكم جميعا كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز، واسمحوا لي أن أنا أهنيكم يعني بحلول شهر رمضان، خلاص على يوم ولا يومين. كل سنة وانتم طيبين جميعا. وأيضا أهنئ أشقائنا المسيحيين بصيامهم، وربنا يا رب يتقبل منا جميعا. يمكن مش عارف أبدأ بالكلمة الأول ولا أتكلم الأول، مش عارف. لا، أنا اسمحوا لي أتكلم الأول. في كل سنة زي يوم زي اللي احنا بنحتفل بيه، وأنا بقول بنحتفل لأن طول ما في رجال بتقدم نفسها من أجل بلدنا مصر إنها تظل حرة آمنة سالمة، كل ما يبقى ده كل سنة يبقى نحتفل ونهني نفسنا على مرور سنة بخير علينا.